اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع مستقبل كره اليد في النادي الاهلي. فريق جيل 2000 اللي حصل على الدوري والكاس. وخلينا افكركم، المدير الفني كابتن صابر حسين كان احد نجوم النادي الاهلي او الجيل الذهبي النادي الاهلي، هو المدير الفني لهذا الفريق. والحقيقه ربنا كرمه السنه دي او كرمه المجموعه كلها بطوله الدوري والكاس، وده كان انجاز كبير جدا، وده يطمنا على مستقبل كره اليد في الفتره القريبه. وفي 6-7 لعيبه مرشحين بقوه ان هم ينضموا للفريق الاول، لقائمه الفريق الاول. وطبعا يعني معانا ياسر سيف ومعانا ايضا عمر بيبو. ياسر اجيلك بنكمل حوارنا. تابعت اكيد ماتشات منتخب مصر اللي اتلعبت هنا في كاس العالم؟ اكيد تابعتها. طب يعني اكيد ليك ملاحظه، انت لعبت بطولتين عالم واكيد شايف واخدت فيهم ميداليات، كان ينقصنا ايه عشان نوصل لدور الثمانيه او دور الاربعه؟ بصراحه اللعيبه عملت كل اللي عليها. يعني انت بتلعب دنمارك بطل العالم، لعب معاهم اكسترا تايم، في اكسترا تايم بعد كده بنالتيز، فاللعيبه عملت كل اللي عليها. يعني كان ممكن ربنا مش كاتبها لنا التوفيق، لكن وجهه نظري بالذات في ماتش الدنمارك اللعيبه ادت كل اللي عليها، كانت مويته نفسها بصراحه لحد اخر ثانيه. كانت غلطات صغيره بتحصل من هنا او من هنا هي بترجع الماتش، فكان ربنا بس مش كاتبها لنا مش اكتر. يعني انت شايف انه يعني ليس بالامكان احسن مما كان. بصراحه انت بتلعب بطل العالم يعني، وعامل معاهم جيم للاخر، ما حدش كان متوقع اصلا ده يحصل. كل التوقعات يعني كان خلاص الماتش خلصان كده كده، الدنمارك فرق سكور او حاجه، وده حصل عكس التوقعات كلها. بس يعني انت شايف ان هو، طب انت متوقع ممكن خاصة ان معانا الدنمارك برضو وتقريبا السويد في نفس المجموعة هناك في الاولمبياد، ممكن يعني نعمل حاجة؟ اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد ميدالية على الاولمبية يعني ان شاء الله.